محمد عبد اللطيف شاب مصري أنهى دراسته في إدارة الأعمال ولم ينتظر كغيره التعيين الحكومي، بل اتجه إلى سيناء ليبدأ فيها حياته العملية، وفيها أتقن مجالا جعله يصل إلى العالمية. تعلمت الغوص وحبيته جدا لدرجة أن أنا أدمنت تعليم الغوص ووصلت لشهادات علمية عالية جدا، من تقريبا الوحيد في الشرق الأوسط. أنا آسف أن أنا أقول أنا في ده، بس لازم عشان الجمهور أو الشعب كله يعرف أي مدى المشكلة اللي أنا فيها. حاصل على 4 شهادات عالمية لتدريب المدربين فلما أعماق تصل إلى 100 متر. طلبت وزارة السياحة غواصين ليعملون لديها، وتم تعيين فردين أقل في الكفاءة من محمد، فقرر أن يتقدم بطلب ليحصل على إحدى الوظيفتين اللتين كانت بمرتب مجزي. تقدمت ورفضت، فاشتكيت لوزير السياحة، فوزير السياحة رد علي بجواب أو بتاكس رسمي من وزارة السياحة، والخطاب ده مع حضرتك بيقول فيه أن سبب رفضك الوظيفة أن مستواك العلمي وخبراتك أعلى كثيرا من الوظيفة، مما قد يؤدي إلى شعورك بعدم الرضا تجاه الوظيفة الممنوحة إليك. فهو يعني خايفين على نفسيتي من هذا. لم يقف الأمر عند مجرد فقدان محمد لتلك الوظيفة، بل تطور ليفقد محمد كل استثماراته في منطقة دهب، عندما قررت وزارة السياحة إغلاق مركزه الخاص بالغوص. ورغم لجوء محمد للقضاء وانتصاره في تلك المعركة، إلا أن الوزارة أصرت على إغلاق المركز، فلم يجد محمد إلا حلا واحدا. خلال يوم أو اثنين هبقى خارج البلاد. أنا مش عايز أكلم مسؤولين، أنا بكلم مصر، أن مصر كلها تعتبر أرض وناس، فلو ما حافظتوش على الأرض وما حافظتوش على الناس مش هيبقى في بلد. فأتمنى لمصر كل الخير. هكذا فإن مشاعر الفخر بعد أن تحولت لدى السامعين إلى مشاعر دهشة، ها هي الآن تتحول لمشاعر الحسرة.